29 ذي الحجة. في مثل ذاك اليوم كان اختطاف الوالد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي خرجت وإياه لصلاة الجمعة وكنت في 9 من السنين، وفرش رداءه وصلى وقرأ، فجاء وقت تسجيل اسمه للإقامة الجبرية قبل دخول الخطيب وقبل أذان الظهر، فخرج فأمسك ثم لم يعد حتى كان بعد الصلاة، وقد ذهبت قبلها لأسأل عنه في المكان الذي يسجل فيه، فقالوا لم نرى أحدا، أذهب. عدت إلى المسجد.